مجلس جامعة القاهرة خصص 17 فدان في 6 أكتوبر لإقامة مركز العلاج الطبيعي وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الإعاقة وإعادة تأهيلهم للمجتمع. لما تسمع الخبر ده بتبقى محتاج تسأل نفسك أسئلة كتيرة جدا. فكرة التأهيل الجسماني الجسدي العضوي النفسي ده بيبقى عامل إزاي؟ وبعدين يعني عايز أقول لحضرتك إنه زيه زي أي مرض مثلا، يعني ربما لا يستشعر قسوة أن يكون الإنسان يعني فاقدا لأحد أطرافه أو لا يستطيع أن يتحرك أو عنده مشاكل في عموده الفقري أو ما إلى ذلك، إلا من لديه هذه الإصابة أو هذه الإعاقة أو الناس الدائرة المقربة جدا ليه، هي دي الدائرة اللي بتبقى عارفة الشخص ده قد إيه محتاج دعم حقيقي من الدولة. فكرة أنه يتعامل مركز زي ده، يعني مش مدينة هو مركز، ففكرة أنه يتعامل بهذا الشكل ده يخليك يدفعك أنك تسأل نفسك أسئلة كتيرة جدا. تعمل إزاي وليه وحنتعامل إزاي مع ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الإعاقة، إزاي ممكن فعلا تأهلهم نفسيا، وحياة فكرة العلاج الطبيعي في مصر كمان عايزين نسأل عنه، لأنه أنا مش شايف إن إحنا بنديله حقه قوي في الإعلام. يعني حتى إحنا أغلبنا طول الوقت في البرامج دكتور بطنة مثلا عشان الجهاز الهضمي طبعا والقولون والكبد والمشاكل اللي أغلبنا كمصريين بنعاني منها، دكاترة القلب دكاترة العيون، بس العلاج الطبيعي أنا بشوف إنه من البرانشز اللي الحقيقة مش واخدة حقها قوي عندنا في مصر هنا، مع إنه دورها مهم جدا. والحقيقة إنه كمان ربما بحسب قانون الجامعات الجديد إنه عدد سنوات الدراسة زادت، كانت 5 سنوات كلية العلاج الطبيعي أصبحت 6، فعايزين نفهم ده ليه وأهمية ده إيه، يعني إنه هتبقى 6 سنين بدل 5 سنين. هنتكلم في تفاصيل كتيرة جدا مع ضيف منورنا في مساء دريم، واستقبل اتصالات حضراتكم على الهواء كمان لو في أي أسئلة أو استفسارات لضيفي الكريم الدكتور علاء بلبع أستاذ العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة وأمين عام قطاع العلاج الطبيعي بالمجلس الأعلى للجامعات. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. منورنا. أهلا بيك يا فندم. من ساعة ما كان ضيفنا كريم مايكل حداد وهو البطل اللبناني اللي تسلق الجبال، والحقيقة إنه دي صوره مايكل البطل اللي نورنا هنا في مساء دريم على الهواء منذ أسابيع قليلة، وقدر يتحدى وقدر يعني يثبت إنه ما فيش حاجة مستحيلة، وتشرفنا بوجوده معانا وادانا طاقة إيجابية. هل تتخيلوا إنه متسلق الجبل اللي شايفينه قدامنا ده وما شاء الله عضلات، يعني واضح كمان إنه بيلعب باي وتراي وتشست وما شاء الله، يعني الدنيا الله أكبر ما شاء الله. هل تتخيلوا إنه لا يسير على قدميه، إنه لا. عنده إعاقة، إنه مبتور، إنه مركب أطراف صناعية؟ هل ممكن تتخيلوا ده إنه يصبح النهاردة بطل في تسلق الجبال؟ ده فضل وتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ده طبعا إصرار منه هو شخصيا، لو ما كانش هو من جواه عنده هذه العزيمة الحقيقية ما كانش هيوصل لده. ده مجهود ناس كتيرة قوي في تأهيل بقى وعلاج طبيعي وثيرابي وحاجات كتيرة جدا. الجزء ده بقى الأخير ده اللي هو مهم قوي، ده اللي هنتكلم عنه دلوقتي، أو خلينا نبدأ بيه الحوار مع دكتور علاء. دكتور علاء، الترانسفورميشن اللي حصل لمايكل لما شفناه وكلمنا عنه على الهوا شوقنا جدا نقابل حضرتك، وهو الحقيقة يومها قال فيك أشعار وقد إيه حضرتك اديته الطاقة الإيجابية والإصرار والتحدي، وقفت معاه لغاية لما بقينا النهاردة بنضرب بيه المثل كتشامبيون أو بطل رياضي. نعم، هي مايكل حداد من الشخصيات اللي هي يجب دراستها. أنا بس قبل ما هتكلم عليه أنا هستأذنك أن أنا أتقدم بخالص العزاء طبعا لأسر فقداء مصر. الحقيقة مش هتكلم أن هم فقداء المسيحيين أو الأقباط، لكن هي مصر هي اللي فقدت النهاردة، وهي الضربة دي لمصر قبل ما تبقى لأشخاص أو لفئات معينة، فأنا بتقدم ليهم بخالص التعازي. الحقيقة مايكل حداد شخصية مميزة جدا، مش بس مميزة عشان اللي هو قدر يوصل له ده، مميزة ان هو مش عايز يقصر ده عليه، ده عايز كل الناس اللي عندهم نفس الإصابة يوصلوا للي هو وصله. صحيح. وده الجميل قوي في مايكل حداد، بينشر الطاقة الإيجابية جدا الحقيقة جدا. يعني هو مش بس ناجح ان هو يخطي العقبة بتاعته او الإصابة اللي عنده، ده هو عايز يوصل نفس النجاح ده لكل اللي عندهم إصابة مماثلة، فدي حاجة حلوة جدا في شخصية مايكل حداد.
اشتغلت معاه ازاي يا دكتور؟ وبدا اول مجالك كده وبدات معاه؟ انا وكويس قوي ان حضرتك قلت كده. هو انا مش انا اللي كان ليا الشرف ان انا اشتغلت معاه، لكن زمايلي اللبنانيين العلاج الطبيعي اللي هناك واللي انا برضو بسعد ان هم بيشاركونا في المؤتمرات بتاعتهم، وانا بشترك معاهم في المؤتمرات اللي في لبنان. انا لسه جاي من لبنان وقابلت برضو مايكل وعزمني على الفتوش والتبوله والكلام ده. فهم الحقيقه اشتغلوا معاه من البدايه، فروم يعني من اول يوم، بداية بتأهيل الجزء العلوي، الأطراف العلوية عشان العضلات اللي فيها، لتأهيل الجزء المتبقي لأن هو عنده نفكر الناس بإصابته يا ريت. الإصابة من عند الصدر لحد تحت، ما فيش أي حركة نهائي. ده اسمه إيه العلمي يا فندم؟ ما هو هو شلل نصفي. شلل نصفي. شلل نصفي. لكن هي الحكايه ما هياش كده بس، ابتدى يبقى فيه عمليه حاجه احنا بنسميها اللي هي الهيومن بيرفورمانس نفسه، الاداء الحركي، ازاي الحركه بتتكامل مع بعض عشان نوصل في الاخر ان هي تبقى حركه وظيفيه يقدر يتحرك بها من مكان لمكان ويطلع وينزل. لو شفنا مايكل حداد وهو بيتحرك يقول لا ما انا مش عايز حد يساعدني، مش عايز حد يسندني، وهو رافض تماما كلمه ان هو ذوي اعاقه، لان هو احنا كنت بطلع يمكن في حلقات قبل كده بقول ان احنا مش عايزين نسميهم ذوي اعاقه. كان الدكتور حسام المساحة عمل معايا مره مداخله قال ربنا سبحانه وتعالى ما سماش نفسه عادل، هو سمى نفسه العدل، هو ربنا هو العدل نفسه. صحيح. فاذا كان ربنا انتقص حاجه من حد فهو عوضه في حاجه تانية، فهنلاقي ان اللي احنا بنقول عليهم ذوي الاعاقه او ذوي الاحتياجات الخاصه هم ذوي قدرات خاصه، قدرات خاصه، عنده قدره خاصه، عنده في قدرة منطقه خاصة اخرى في حاجه تانية. فبعد ما كنا بنشوف ناس نابغين في الشعر وفي الادب وفي الفن وفي الموسيقى، لا بقى في الطب وفي الصيدله وفي الهندسه، لا ده بقى في الرياضه، في بيعملوا ارقام قياسيه ما هياش محدش فينا بيقدر يحققها. يعني احنا ما حدش فينا يعرف يعمل اللي عمله مايكل حداد ويتسلق صخره الروشه اللي هو عمله. صحيح. ما يقدرش يمشي على الصخور زي ما هو بيمشيها. فهو بيثبت بالتحدي بتاعه ده ازاي بيقدر يوظف الجسم كله عشان يؤدي الحركه، مش بس رجليه، مش لازم رجليه. طيب ننتقل من مايكل حداد الى العلاج الطبيعي بقى في مصر. نعم. انا عايز اعرف الحقيقه، يعني حضرتك طبعا يعني انتخبت لعماده كليه العلاج الطبيعي ثلاث سنين، ثم كان برضو كان بالتعيين ثلاث سنين اخرى، ثم قمت بالعمل لمدة عام انتهى في سبتمبر الماضي. نعم. حاليا بتشغل منصب أمين لجنة قطاع العلاج الطبيعي بالمجلس الأعلى للجامعات. تمام. وفي نفس الوقت احنا بنتكلم على الدور المهم جدا للعلاج الطبيعي في مصر، خلينا نتكلم تحديدا عن دور العلاج الطبيعي في جامعة القاهرة، بيعمل ايه وتخصصاته ايه بالظبط يا فندم؟ احنا عندنا في كلية العلاج الطبيعي ستة تخصصات كلينيكية وقسمين أكاديميين، يعني عندنا ثمان أقسام في كلية العلاج الطبيعي. وحضرتك قلت كليه العلاج الطبيعي بالذات في جامعه القاهره، احنا الحقيقه بنتميز، مش عشان انا من جامعه القاهره، لكن هي فعلا كليه العلاج الطبيعي جامعه القاهره متميزه، مش بس في مصر لكن في الشرق الاوسط كله. احنا اول كليه علاج طبيعي في الشرق الاوسط تخرج خريجين علاج طبيعي، ودي يمكن بعد الحروب اللي عدت على علينا وبعد الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه، وبعدين بعد كده دخلنا في الاصابات بقى بتاعه الحروب 67 و73، الحاجات دي كلها بينت قوي دور العلاج الطبيعي وبينت اهتمام العلاج الطبيعي. فعشان كده انشاء كليه علاج طبيعي في مصر كان مهم قوي، ومنها بقى انشئت كليات تانية، ابتدى الدور يبان اكتر مع خروج البعثات لبره، وبقينا نشوف العلاج الطبيعي بيخش في تخصصات احنا ما كناش متخيلين ان ممكن يعالجها بالعلاج الطبيعي. ما يخطرش على بال حد ان ممكن نعالج التهاب الجيوب الانفيه ببعض اجهزه في العلاج الطبيعي. بعض امراض الجلديه بتتعالج بالعلاج الطبيعي، ده طبعا غير الحاجات دي. ده امراض كتير من الامراض الجلديه، وعندنا قسم متخصص. ادينا مثلا لو سمحت. غير الصدفيه، في امراض عند الاطفال بيبقى في نوع من المرض بيصيب الجلد عندهم، بيبقى زي الازاز بالظبط، بيعمل تشققات فيه، ده بيجيب نتائج كويسه جدا بالعلاج بالليزر. الاطفال دول الحقيقه بيبقى عندهم مشاكل كتير. امراض النساء والولاده، النساء والولاده برضو بيعملوا علاج طبيعي، مش بس عشان تقويه عضلات الحوض من تحت او شد عضلات البطن او الظهر، لا ده في مشاكل في المبايض او الفالوبيان تيوب بتتعرض لها السيدات، الحاجات دي كلها بتتحل بالعلاج الطبيعي. غير المشاكل التانيه اللي هي عند النساء والولاده. انا يمكن التخصص بتاعي في العلاج الطبيعي للاصابات وجراحه العظام واصابات الملاعب،
لكن العلاج الطبيعي زي ما قلت بالأجهزة المستحدثة فيه بقى يخش في مجالات كتير، وده اللي خلى الإقبال على العلاج الطبيعي. بعد ما كنا كلية علاج طبيعي جامعة القاهرة كلية وحيدة، احنا بقى النهاردة عندنا 4 كليات حكومية و10 كليات خاصة في 10 جامعات، فبقى عندنا حوالي 14 كلية علاج طبيعي. العشر جامعات الكليات الخاصة في 10 جامعات دول بيتبعوا حضراتكم إداريا برضو؟ بيتبعوا المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة. تمام. يعني عندنا النهارده 14 كلية علاج طبيعي في مصر. في مصر. بعد ما كنا كلية واحدة. هل ده إيمان من المجتمع بأهمية دور العلاج الطبيعي؟ طبعا. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة. ما كناش مدينه برضه حقه زمان يا دكتور. خالص. هي كمان للأسف في ناس بتاخدها من ناحية تجارية، يعني أنا وأنا في أمريكا في زميلي اللي كان في المستشفى معايا، مش هقول بس البلد اللي هو منها. بيقول لي احنا في البلد عندنا كان في كليتين علاج طبيعي. في مصر ولا بره؟ في البلد اللي هو منها. بلد عربيه؟ لا مش عربيه. اوكي بلد اجنبيه. من اسيا. من اسيا؟ كويس؟ اوكي. فبيقول لي لما لقوا ان في اقبال قوي من امريكا وبيحتاجوا علاج طبيعي كتير، فتحوا 60 كليه علاج طبيعي في سنتين عشان الخريجين بتاعهم يقدروا يصدروهم على امريكا. فهم بيدرسوا سوق العمل العالمي. صحيح. محتاج لايه؟ صحيح. وبالتالي بدل ما يعملوا كليات مفيش حاجه للخريجين بتوعها، لا يعملوا كليات يقدروا يصدروهم بره عشان يستفيدوا منهم ويفيدوا البلد. حتى دي فيها تجاره وبزنس وتصدير واستيراد وتصدير. الحقيقه حضرتك سؤال على مده الدراسه في الكليه برضو. نعم. كانت 5 سنين طول عمرنا. نعم. عارفينها 5 سنين. قانون تنظيم الجامعات الجديد اقر انها تبقى 6 سنوات. نعم. لدراسه العلاج الطبيعي. نعم. ده ليه يا دكتور؟ هو الحقيقه انا توليت العماده في 2011، كانت اللوائح بتاعت العلاج الطبيعي في الجامعات المصريه بقى لها يمكن 13 سنه ما عملش عليها ابديت. فبقى انا لما رحت امريكا انا اتوظفت هناك في وظيفه اخصائي علاج طبيعي، لان اللوائح بتاعتنا كانت بتماتش اللوائح بتاعت امريكا اللي هي احسن دوله في العالم في العلاج الطبيعي. على مدار 13 سنه امريكا عماله تتقدم واحنا على الاقل ثابتين، فبقى في فرق بيننا وبينهم 13 سنه. طوروا هم المناهج واللوائح عندهم، فبقى الخريج بتاعنا بقى يروح امريكا ما بقاش يشتغل اخصائي علاج طبيعي، بقى يشتغل اخصائي علاج طبيعي مساعد. ودي كانت وحشه قوي. يعني كان يطلع من عندنا دكتور واخصائي. اخصائي بقى هناك عشان اللوائح بتاعتهم زادت. فينزل درجه. فبقى الخريج بتاعنا بقى اخصائي علاج طبيعي مساعد. فعشان كده انا لما مسكت الكليه عملت دراسه فجوه وشفت الفرق ما بين اللوائح. دراسه فجوه؟ يعني شوف الفرق بقى. اوكي. اشوف الفرق ما بين اللوائح بتاعتنا واللوائح اللي بره ايه. فلقينا ان في عجز في بعض المواد وعجز في عدد الساعات، فزودنا عدد المواد وزودنا عدد الساعات. لما زودت المواد والساعات بقت ال4 سنين زائد السنه الامتياز كانوا 5 سنين، بقت مش مكفيه العدد الساعات دي، فاضطرينا نزود سنه جديده. طبعا عشان ازود سنه ده مش بالسهل، لان احنا بعد ما عملنا اللائحه وخدنا عليها موافقات طلع ان القانون بتاع تنظيم الجامعات سنه 72 بيقول ان كليات العلاج الطبيعي 4 سنين زائد سنه امتياز. فرجعت اللائحه تاني واترفضت اللائحه تاني، وكان واجب علينا بقى ان احنا نعدل الكلام ده عشان مش بس جامعه القاهره، ما عنديش كليه واحده، بعد عندنا كليات تانيه. فلازم كل الكليات توافق ان احنا نطور العدد السنوات، فزودناها بالفعل. صدر قرار جمهوري بزياده عدد السنوات وبقينا 5 سنين زائد سنه امتياز، وبقينا بنماتش نفس البرامج بتاعه امريكا وكندا. احنا احسن من اوروبا على فكره. المنهج نفسه؟ احنا مش بس المناهج، احنا اكبر كليه علاج طبيعي في العالم. عشان كده الحمد لله. ازاي يا فندم؟ وازاي احنا مش عارفين كده؟ يعني ازاي ما عندناش وعي كافي انه لدينا اكبر كليه علاج طبيعي في العالم؟ انا اقول لحضرتك، احنا الحمد لله احنا حصلنا على الاعتماد المحلي لكليه علاج طبيعي جامعه القاهره في سنه 2014. تمام. من الهيئه القوميه لضمان جوده التعليم والاعتماد. الحقيقه انا اشتغلنا كتير قوي في الكليه وطورنا كتير قوي، ولاحظت ان احنا الحمد لله. انا بسافر امريكا على طول، انا يعني عشت في امريكا 15 سنه. طب احنا مش اقل من الناس التانية في حاجه، احنا عندنا كل الامكانيات وكل الكفاءات، لان انا عندي في كليه العلاج الطبيعي 350 عضو هيئه تدريس معاهم بي اتش دي. 350. انا كليه العلاج الطبيعي اللي خدت فيها الدكتوراه في امريكا فيها 6. علشان كده انا قلت طب احنا قادرين ان احنا نقدم على الاعتماد الدولي. فقدمت على الاعتماد الدولي في 2016. الاعتماد الدولي من الاتحاد الدولي للعلاج الطبيعي. الاتحاد الدولي ده بيضم اكتر من 111 دوله، منهم امريكا وكندا واستراليا وفرنسا وانجلترا والنمسا
والسعودية واليابان والصين، قعدوا مع بعض وقالوا دي المعايير بتاعة الخريج اللي لازم تكون عليها عشان يقدر يمسك عيان ويقدر يخدم عيان. المعايير دي انا لقيت ان هي احنا بنقابل كل المعايير دي عندنا او بنحققها في الكلية. فقدمت على الاعتماد الدولي وقدمت الملفات بتاعتنا، كان معايا مجموعة هايلة من أساتذة الكلية، مجموعة هايلة في وحدة ضمان الجودة، مجموعة من الشباب النشط جدا ومتحمس وبيحب البلد وبيحب الكلية، عملوا مجهود غير عادي وبعتنا الملفات، فجالنا الرد بعد حوالي 7 شهور الملفات بتاعتكم فعلا قابلة ان احنا نعمل زيارة ميدانية ونشوف. لما استقبلناهم جات اللجنة استاذ من امريكا، كان عميد او كان رئيس النقابة العلاج الطبيعي الامريكية واستاذ في الجامعة وعميد احد الكليات في امريكا، واستاذة تانية من انجلترا، وزاروا الكلية، شافوا القدرة المؤسسية في الكلية. احنا طورنا، بنينا مدرجات، عملنا معامل، جبنا اجهزة، فشافوا القدرة المؤسسية، شافوا المعامل المدرجات، قالوا لي احنا عايزين نعرف انت ازاي بتقدر تاخد 500 طالب. قلت لهم انا باخد 500 طالب لان انا عندي 350 بي اتش دي، 350 دكتور معاه دكتوراه. فشافوا، فانا لازم اظبط اللي عندي بالظبط، الريسورسز اللي عندي على اللي معاهم البي اتش دي، يعني كده اللي هم الاعداد تبقى مناسبه بالظبط. والحقيقه الحمد لله يعني حتى الدكاتره اللي عندي والاساتذه اللي عندي ما هماش كلهم واخدين دكتوراه من مصر، في ناس واخدين دكتوراه من امريكا، زي مثلا في ناس واخدين من المانيا، من انجلترا، من روسيا. فالخلفيات المختلفة دي بتدي للوائح والمنهج نفسه قوة كتير، لان انا عندي باك جراوند مختلف، خبرات مختلفة، فده بيفيد الطالب جدا. فلما جم عملوا شافوا السيفيهات بتاعت كل اعضاء هيئة التدريس، درسوها وشافوا، عملوا مقابلات مع السادة الاساتذة، وعملوا مقابلات مع الهيئة المعاونة المعيدين والمدرسين المساعدين، وقابلوا الطلبة وقابلوا الخريجين كمان عشان يشوفوا المنتج بتاعنا الكواليتي بتاعته ايه والكيفية بتاعته ايه، وحتى المرضى اتكلموا معاهم وقالوا لي احنا عايزين نشوف المستشفيات اللي بيتم فيها التدريب. رحنا القصر العيني، وحده الدكتور شريف مختار، والطوارئ الجديده معموله على احدث مستوى في القصر العيني وحده الطوارئ، ورحنا ابو الريش الياباني وشافوا هناك الدكاتره العلاج الطبيعي بيعالجوا الاطفال ازاي. فهم كانوا مبهورين، ولحظه اعلان النتيجه قدام اعضاء مجلس الكليه والاعضاء هيئه التدريس كانت لحظه حلوة جدا الحقيقة، ان احنا حصلنا على الاعتماد الدولي. احنا بقينا كده الكلية الوحيدة في مصر، يعني ما بين الطب والصيدلة والاسنان والتجارة والحقوق وكل الكليات، احنا الكلية الوحيدة في جميع الجامعات المصرية اللي حاصلين على الاعتماد الدولي. قسم عمارة في هندسة القاهرة مع الاعتماد الدولي كقسم، لكن ككلية كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة هي الوحيدة في مصر الحاصلة على الاعتماد الدولي. هل الاعتماد الدولي ده اللي بخلينا نقول انه كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة عندنا هي الافضل في العالم؟ يعني لما اقول انا الافضل في العالم في معايير او مقاييس او شهادات سيرتيفيكتس معينة؟ بالظبط، انا مش عايز اقول الافضل، انا بقول الاكبر. الاكبر من ناحية مش بس الحجم، لكن من ناحية الاستاف، من ناحية عدد الابحاث. كويس، جزئية الأفضل دي بيبقى في حاجة اسمها تصنيف، وفي كرايتيريا معايير. وفي كرايتيريا. بالنسبة للتصنيف أنا اتكلمت مع الاتحاد الدولي عشان يعمل تصنيف لكليات العلاج الطبيعي على مستوى العالم، وقالوا لي إحنا مش هنعمل التصنيف لسبب إن في بعض الدول العلاج الطبيعي اللي فيها عدد سنوات الدراسة فيه أقل بكتير مننا، فبالتالي هم هينزلوا في التصنيف الدولي لتحت قوي، فهم قالوا لي مش هنعمل التصنيف، هو الاكريديتيشن او الاعتماد ده اللي هنعمله، مش هنعمل التصنيف الدولي. قلت لهم طب ما ممكن امريكا تعمله، قالوا لي امريكا تعمله لكن كاتحاد دولي مش هنعمل تصنيف. ليه؟ عشان في مجموعه من ضمن الاتحاد الدولي الدول بتاعتهم العلاج الطبيعي فيها عدد سنوات الدراسه فيه قليله قوي والمناهج بتاعته اقل مننا بكتير، فبالتالي في التصنيف هينزل تحت قوي. فهم مش عايزين كده. هم مش عايزين، بس احنا بالناحيه العمليه فعلا احنا ككليه علاج طبيعي جامعه القاهره او العلاج الطبيعي في مصر بيحتل مركز كويس جدا على مستوى العالم. طيب قبل ما اتكلم برضو على تفاصيل المركز وهنعمل فيه ايه وكده، سؤال تاني، الشخص اللي عنده اعاقه، الشخص اللي عنده مشكله تحتاج الى علاج طبيعي جيد واعاده تاهيل، ازاي بيلتقي بيكوا في كليه العلاج الطبيعي؟ بيوصل لكم ازاي يا فندم؟ يعني عن طريق مستشفيات، عن طريق مراكز تبعكم، بيروحوا الكليه، بيعمل ايه يا فندم؟ طيب حضرتك ذكرتي حاجه مهمه، العلاج الطبيعي ما كانش متعارف عليه او الناس مش عارفاه قوي. العلاج الطبيعي
في البداية كان متعرف عليه ان هو علاج تكميلي او واقول لحضرتك بصراحة سنوي. كان في امبريشن كده عام مساج. انطباع عام كده مش مساج بس، انه فكرة علاج طبيعي ده يعني بتفق مع دكتور بيجي لي البيت معاه شنطة كده بيقعد يعمل لي شوية تمارين كده 20-30 دقيقة وسلام عليكم. طيب الوضع اختلف طبعا تماما والمفهوم اختلف. يعني احنا زي ما قلت لحضرتك احنا ككلية علاج طبيعي كان زمان متعرف عليه هو علاج تكميلي او علاج سنوي. مع تقدم العلاج الطبيعي والتطور اللي فيه ابتدى يبقى العلاج الطبيعي مش بس علاج سنوي، بقى علاج اساسي في بعض الامراض. وبعدين مع التطور التاني ما بقاش بس علاج اساسي، فبعض الحالات بقى هو العلاج الوحيد، ما بقاش ينفع حاجه تانيه غير علاج طبيعي. يعني زي ما قلت لحضرتك كده في اصابه بتحصل. الاصابه دي بتحصل الراجل ده راح عمل عمليه او اخذ علاج ومتبقي معاه جزء من الاعاقه بعد الاصابه. هو ملوش حل تاني غير العلاج الطبيعي. هو العلاج الطبيعي هو العلاج الاساسي والعلاج الوحيد. في ناس يا دكتور بتقول لك ما بيعملش حاجه العلاج الطبيعي ده. وكتير بسمع الكلمه دي من الكبيرات في السن الصراحه، تحديدا السيدات. طيب كويس. اللي بتاخد علاج طبيعي يقول لك ايه؟ انا بتعالج بس ما بيعملش حاجه معايا، ركبي زي ما هي، رجليا زي ما هي، مش يعني انا بقابل طبعا الناس طبعاً. دول معايا حضرتك عارفه دكاتره التجميل بيعملوا ايه؟ جراحين التجميل بيعملوا حاجه حلوه قوي. بيعملوا صوره بيفور وافتر. تمام. قبل وبعد. تمام. كويس؟ تمام. وانا شفت يمكن دكتور جراح امريكاني بيقول انا بعمل كده لسبب، لان العيان ما بيبصش لنفسه ساعه الحادثه كان عامل ازاي، فلازم افكره عشان يعرف هو اتحسن قد ايه. واحنا الحمد لله يعني برضه نفس الحكايه، انا بقول للعيان ما تقارنش نفسك النهارده بامبارح، قارن نفسك النهارده باول يوم جيت لي فيه. في تحسن او لسه في تحسن مستمر كويس، يبقى احنا ماشيين صح. بياخد وقت صحيح، وكل حاله على حسب. وعشان كده احنا يمكن الفرق يمكن في امريكا ما بين هناك وهنا، لما باجي احط البلان اوف تريتمنت في امريكا او خطه العلاج في امريكا انا ما بحطهاش كده، انا لازم احطها بالوقت. يعني اقول انا هوصل بالعيان انه يبقى كذا في خلال كذا، عشان انا لو ما وصلتش للي انا قلته يبقى في حاجه غلط. يبقى انا لازم اراجع نفسي تاني. فاحنا عايزين نعمل كده في مصر، عايزين نمشي بالكود ده بحيث ما تبقاش الحكايه سايبه كده. طبعا اللي بيحكمهم هناك اكتر شركات التامين. ما ينفعش دكتور علاج طبيعي ياخد عيان ويفضل يعالجه طول عمره. لازم نبقى عارفين انت هتمشي معاه قد ايه ولحد فين وتوصل بيه لايه. بالنسبه للاعاقات، احنا دخلنا في الاعاقات كتير قوي، الاعاقات بانواعها المختلفه. دور العلاج الطبيعي ما بيبقاش في مراحل ازاي الدور اتطور، زي ما حضرتك كنت بتقول ما بقاش انه طبيب بيروح البيت يفتح الشنطة ويعمل شوية أدوات كده ويمشي، إزاي تطور بقى الدور ده دلوقتي؟ أنا شفت إحنا للأسف طبعًا هنا في برضو عندنا مشكلة تانية في مصر، إن في ناس بتعمل علاج طبيعي ما هماش أخصائيين، ما هماش دارسين. واخدينها بس بنقول لهم يا دكتور برضو. للأسف الشديد. للأسف الشديد. فخريجين العلاج الطبيعي المفروض، أنا شفت عيان إمبارح يمكن أنا عنده شلل نصفي وبقاله فتره، وبعدين فوجئت ان مراته وابنه بيقولوا لا هو ما حدش بيمشيه. ليه ما حدش بيمشيه؟ والحقيقه الراجل العضلات بتاعته كويسه والمفاصل بتاعته كويسه، فانا مشيته امبارح ونزلته وطلعته السلالم لقيتهم واقفين مذهولين، ده بيقدر يمشي. فهي دي مشكله ان في حد بيروح لحد مش متخصص او حد مش دارس. فاحنا العلاج الطبيعي المفروض ان هو بيخش في مراحل الاعاقه من اولها، من اول يوم. في طبعا اعاقه بتحصل من الولاده، من ساعه الولاده. وفي اعاقه بتحصل في مراحل متاخره من العمر، وفي مراحل في اعاقه بتحصل مع اصابات. يعني في امراض بتعمل اعاقات، وفي امراض بتبقى بتتزايد، يعني الاعاقه بتتزايد فيها، مش مجرد ان هي وصلت لمرحله مش ثابته. لا. يمكن احنا لما كنا بنقعد في وزاره الصحه في اللجان بنحط تعريفات الاعاقه ايه، فكان من ضمن الحاجات ان في اعاقه حصلت بنسبه كذا، واعاقه النهارده كذا ممكن بكره تزيد، عشان يبتدوا ياخدوا الحقوق بتاعتهم يعني. فالحاجات دي كلها لازم يتعمل لها حساب. طيب المواطن لو عايز يبقى علاجه عن طريق دكتور علاج طبيعي، ما يبقاش تكنيشن، نعم، فني، نعم، ما يبقاش الناس دي اللي بنقول له مجازا كده دكتور وهو مش دكتور، مع كل احترامنا ليهم بس هو مش دكتور. بالظبط كده. بيوصل لحضراتكم ازاي يا فندم؟ هو في الغالب بيبقى ريفير لينا او محول لينا من دكتور العظام او دكتور الاعصاب، والحقيقه الدكاتره عندنا في مصر بقوا عارفين كويس قوي اهميه العلاج الطبيعي. فبيبعتوا للدكتور يقول له لا تروح للدكتور ده. وساعات بيجي لي عيانين كتير يكون راجع للدكتور بتاعه تاني يقول له انت ايه اللي وداك
الناس دي وللاسف للاسف الشديد ده في ناس من بره مصر. انا اسمع عن حاجه اسمها المركز الفلاني باسم دوله كويس للعلاج الطبيعي واللي شغالين فيه تكنيشنز وبيخشوا يعملوا ايه الله اعلم. وهي برضو لازم يبقى عليها نظره لان في ناس من دول بيعالجوا العيانين مجانا وده اللي بيشد لهم عينين كتير. فهل ليهم اغراض تانية غير ان هم يدوا خدمات علاجيه ولا لا؟ ده موضوع تاني انا يعني لازم نلفت النظر ليه. يعني مراكز العلاج الطبيعي المنتشره في مصر هنا اللي لا يديرها او لا يعمل فيها اطباء علاج طبيعي دكاتره علاج طبيعي محتاجه اعاده نظر ومحتاجه رقابه اكتر عليها. طبعا يا ريت لانه من الناحيه العمليه ده ممكن يسببه مشكله للمريض. مشاكل كتير قوي. يعني ده الموضوع بتاع الاعاقه ده اللي هو يمكن الهدف بتاعنا النهارده. لكن حضراتكم في الجامعه نعم يعني مش زي مثلا قصر العيني يقدر مريض كده يدخل يقول انا تعبان يقدم ويكشف عليه؟ طبعا يعني بيبقى في الغالب جاي محاول زي ما قلت لحضرتك من دكتور عظام او اعصاب او بطنه او جراحه او نساء او اي تخصص بيتكتب التشخيص بتاعه واحنا بقى بنحط خطه العلاج. فبيجي لكم جامعه القاهره كليه العلاج الطبيعي؟ في كليه العلاج الطبيعي في العياده الخارجيه. في العياده الخارجيه بس العياده بتاعتنا صغيره ما بتقدرش تحتوي عينين كتير. وانا الحقيقه موضوع الاعاقه ده شغلني كتير قوي من ساعه ما اتخرجت من قبل ما اتخرج. انا والدي الله يرحمه كان استاذ في كليه دار العلوم وكان عنده نسبه من الاعاقه فانا متعايش مع الاعاقه طول عمري الله يرحمه. فلما اتخرجت كمان يمكن من اول حاله قابلتها كان شاب 17 سنه بينط في حمام السباحه في احد الانديه وللاسف المايه كانت ضحله فنزل على راسه اللي هي الحادثه المشهوره قوي. نزل على راسه جاله كسر في الفقرات العنقيه وقطع في النخاع الشوكي وشال الرباعي في ايديه ورجليه. الحقيقه اللي شد انتباهي قوي مره وانا رايح اعمل له جلسه في البيت زي ما حضرتك بتقولي كده والدته بتقول لي دكتور علاء احنا هنحتاج دكتور نفسي. قلت لها يعني في الغالب هنحتاج دكتور نفسي. قالت لا ده مش عشانه ده عشان اخته. قلت لها ليه مالها؟ قالت لي بيجي لها عرسان كتير قوي. وهي بتقول لي يا ماما بعد طول العمر ليك انت وبابا اخويا ده مين اللي هياخد بالي منه؟ فبنلاقي ان وجود فرد معوق في اسره ده بيأثر على مجريات حياه الاسره صحيح كلها صحيح. حضرتك قلت بس قد ايه البنت دي جميله جدا قد ايه جميله جداً. ربنا يكرمها يا رب. وانا بحكي الموضوع ده مع حد لان انا المركز اللي حضرتك قلت يعني انا بتكلم فيه مع الناس كلها ده مشروع حياتي يعني فبتقول لي انا النهارده الكلام ده كان في بيت اختي ابن اختي جاله منحه دكتوراه لامريكا وهو مش هيقدر يروح لان ابوه وامه كبار واخته معوقه او من ذوي الاعاقه هو اللي بيشيلها ويحطها ويوديها للدكاتره ويجيبها ويغير لها. بتقول لي مين اللي هيعمل لها الكلام ده لو سافر؟ فهو ساب منحه الدكتوراه لامريكا عشان يقعد مع اخته. فهو فعلا وجود فرد معوق في الظروف اللي احنا فيها في مصر بيأثر على مجريات الاسره بحالها غير امريكا غير اللي انا شفته بره. وده اللي انا عايز اعمله هنا. يعني انا عايز اغير مايكل حداد بقى قعدنا اتكلمنا كتير في الموضوع ده هو جميل. احنا فعلا عايزين نغير الصوره دي. عايزين المعوق ما يبقاش محبوس في البيت. انا حد من ذوي الاعاقه هنا بيتكلم معايا بيقول لي يا دكتور علاء هو حصلت له الاعاقه على كبر وجاله باتر في رجليه الاثنين يا ساتر. بيقول لي بعد ما اخذ قسط من العلاج جاب كرسي متحرك وراح بيه الكليه واستقبلوه صحابه في الكليه وزمايله استقبال حافل جدا وحضنوه وضحكوا معاه وهرجوا معاه. وبعدين لما جه ميعاد المحاضره شالوه بالكرسي وطلعوا بيه المدرج عشان يحضر. قال لي اللي انا شفته من اول الحادثه كوم ولحظه ما زمايلي اللي انا كنت بهزر معاهم وبجري وراهم ويجروا ورايا ما شالوني على كتافهم عشان اطلع المحاضره احساس تاني خالص. كلمه مهمه قوي حضرتك قلتيها تاني العلاج النفسي والتاهيل النفسي. للاسف احنا ما عندناش فرد معوق في مصر على قد ما عندنا مجتمع معوق مش معوق بس صح معوق مش بس في الفاسيلتيز بتاعته في الـ في الـ في, الـ في الشوارع وفي الـ في العربيات وفي المواصلات وفي المباني وفي الارصفه. لا احنا عندنا مجتمع معوق فكريا. يعني الشاب ده لما خلص المحاضره بتاعته راح لوكيل الكليه بيقول له يا دكتور بعد اذن حضرتك ممكن بس يتعمل لي رامب عشان اقدر اطلع عليه بالكرسي اخش المحاضره احضر فيها.
بدل ما زمايلي يشوفني بكرسي كل مرة. فبص له كده وقال له وانت واحد زيك كده ايه اللي خرجه من البيت اصلا؟ يا ساتر. انت اللي زيك المفروض ما يخرجش من البيت. يا ساتر يا رب. اذا كانت دي عقلية واحد وكيل كلية، راجل الشارع هيقول ايه؟ احنا ازاي بنقدر نتعامل مع الناس دي؟ ازاي هنقدر ازاي هنقدر نعالجهم اذا كنا احنا اساسا محتاجين نتعالج فكريا؟ ليه تأثرت يا دكتور وحضرتك بتحكي القصة دي؟ عشان انا شفت كتير، انا يمكن الامثلة اللي بحكيها دي ما تجيش حاجة في اللي انا بشوفه. انا في حالة يمكن بعد ما عملت حلقة عشان المركز اللي احنا هنتكلم عليه، في واحدة كلمتني وقالت لي يا دكتور علاء انا، هي افتكرت ان انا خلصت المركز، بتقولي انا عندي 5 اطفال، انا مش مشكلة عندي، انا بشقى وبتعب عليهم طول النهار، انا مش محتاجة حاجة من حد، بس انا بعد ما اموت الولاد دول هيروحوا فين؟ 5 اطفال عندهم اعاقات. 5 اطفال معوقين وابوهم سابهم ومشي. فانا بشوف كتير وبتجيلي تليفونات كتير. انا جات لي واحدة استاذة في الجامعة وجايبة لي ابنها معاها في العيادة، وجايبة لي برضو مبلغ من المال كبير كده، بتقول لي يا دكتور علاء انا ابني الكبير ده هي ما عندهاش غيره، هو جسمه متوفي، بتقول لي انا بعد ما اموت هو هيروح فين؟ مين اللي هيبقى معاه؟ مين اللي هيرعيه؟ فاحنا محتاجين نخلي الناس دي فعلا تعتمد على نفسها، مش عايزينهم دايما يعتمدوا على حد. فعشان كده المشروع اللي احنا بصدد ان احنا نتكلم فيه النهارده انا نفسي ان هو يكمل. برضو الدكتور حسام مساح مره في مداخله معايا في احد الحلقات، فبيقول احنا عايزين نقف مع المشروع بتاع الدكتور علاء لحد ما يظهر النور. قلت له لا، هو المشروع مش بتاع الدكتور علاء بل بقى المشروع بتاع مصر، المشروع بتاع ذوي الاعاقه. انا مش عايز المشروع يرتبط باسم حد، المشروع بتاع كليه العلاج الطبيعي جامعه القاهره، لان انا النهارده موجود بكره مش موجود، فالمشروع يستمر. والحقيقه تبعيه المشروع لجامعه القاهره دي بتضمن له عوامل استمراريه نجاح المشروع. واستدامه. صحيح. ما بقاش مرتبط بشخص او بمجموعه ولا حتى مؤسسه. طيب تعالى نتكلم عن المشروع ده يا دكتور، لانه انا يعني لمسه الفخر جدا في كلام حضرتك، على قد ما حضرتك متاثر طبعا وده واضح في صوتك، انه اللي عنده طبعا اعاقه او الاسره المحيطه بيه. اصل انا برضو كتير في برامجي يكلموني امهات نفس الكلمه، انا واخده بالي من ابني، يعني ما عنديش مشكله، بس انا هموت واعرف بعد ما انا اموت مين هيشيله، مين هيرعاه، مين هيدخله الحمام، مين هيغير له، مين هينزله وياكله ويديله ادويته. فانا عارفه ان ده موضوع صعب، ومرضى ضمور العضلات الحقيقه كمان عندهم يعني جدا. مايكل حداد عايش لوحده. وبدال حضرتك ذكرتي ضمور العضلات، انا في استاذ على تواصل معايا باستمرار عندها ضمور عضلات، كان عندها حلقه في مدينة الإنتاج الإعلامي، وأنا رحت قعدت معاها هناك، وكان معاها والدها ووالدتها. فبنتكلم لأن أنا في أحد الجمعيات بيقولوا لي يا دكتور علاء أنت بس هيبقى عندك صعوبة إنك تجمع تبرعات زي أحد الأمراض، لأن في أحد الأمراض بيبقى قوي قوي والاسم بتاعه بيهز الناس قوي، فبيبقى سهل إن هو يجمع تبرعات. مش عايزين نذكر عشان الناس ما تزعلش. فأنا قلت له ليه؟ ده إحنا عندنا الإعاقة دي مشكلتها كبيرة جدا. السرطان؟ مثلا. قلت له يعني في كلها امراض صعبه يا دكتور، كلها امراض صعبه، ده بالاضافه صعب، والفشل الكلوي صعب، والاعاقه ده صعبه، كلها امراض صعبه. السرطان ده ممكن هو نفسه كمان يؤدي الاعاقه. قلت له انا عندي الاعاقه دي، الاستاذه اللي كان عندها مرض ضمور العضلات واحنا قاعدين، هي قاعده على كرسي المتحرك، وبعدين قالت لها ماما انا عايز اشرب، فجابت لها الكوبايه شربتها. فقلت لها ما هو ده اللي انا بقوله، ان انت تبقى قاعده وعطشانه وهتموتي من العطش والميه قدامك ومش قادره تشربي، مش قادره تمدي ايدك تشربي. اختها لان هي برضو دي من الاسره، هم 3 بنات في نفس الاسره عندهم ضمور عضلات. هو في دكتور عامل وراثي في الموضوع صح؟ فاختها بتقول لها انا مره كانت هتموت من الجوع بالليل، واضطرت ان هي على النت تعمل تشات مع واحده زميلتها عشان تتصل بيهم تقول لهم هي جعانه وحد يجيب لها اكل كويس. فاحنا عندنا ناس بتعاني كتير. من ضمن الحاجات اللي خلتني يعني برضو افكر في المشروع الحقيقه، في حد من 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 ذوي الاعاقه كان في احد مراكز التاهيل، و
زي الشاب اللي انا اتكلمت عليه قبل كده، ما كانش زي بيبقى عنده احساس خاص في الجزء بتاع جسمه كله من اول الرقبه لحد تحت ولا حركه طبعا. يمكن كان في المكان في مركز تاهيل ده حط له البنت اللي هناك حضرت له مداد سخنه عشان كانت في عضلات متقلصه في ظهره جامد قوي، هو مش حاسس بالسخونيه بتاعتها وهي كانت سخنه زياده فحرقته. فوالده راح اتخانق وكسر الدنيا وكده، وخد ابنه وخرج وراح عمل محاضر في الاقسام وفي وزاره الصحه ونقابه الاطباء وعمل اثبات حاله في الطب الشرعي. انا كنت تاني يوم بقيت رئيس قسم في المركز التاهيل، فلقيته بيكلمني بيقول لي مركز التاهيل اللي في العلاج الطبيعي، كليه العلاج الطبيعي؟ لا مش في الكليه، ده مركز خاص. تمام. وده اللي خلى يمكن والده ينفعل جدا، يعني مركز خاص بيدفع له في اليوم 1600 جنيه في اليوم. في اليوم ويتحرق، امال يعني؟ صحيح. عفوا ولا يهمك. فبيقول لي حضرتك تحب تشرب؟ ميرسي. شكرا. اتفضل. فبيقول لي بيكلمني في التليفون هو الولد نفسه، بيقول لي دكتور علاء حضرتك عرفت اللي حصل امبارح؟ قلت له اه. قال لي احنا بعد ما خرجنا وعملنا محاضر وشكاوي وكل حاجه، والدي اخدني عشان نروح مركز تاهيل تاني، فراح مركز تاهيل معروف قوي، قال لي ما لقيناش مكان فيه. فوداني المستشفيات العادية ما تقدرش تقبل الحالة دي، لأن دي حالة مركز تأهيل محتاجة رعاية خاصة. فقال لي روحنا البيت، ساكنين في الدور الرابع، الساعة 1 بالليل، أسانسير عطلان، قال لي ما لقيتش حد يطلعني. قال لي أنا بقالي 24 ساعة قاعد في كرسي العربية في البول بتاعي، في البراز بتاعي، ما غيرتش، ما نمتش، أنا تعبان جدا، أبوس إيديك يا دكتور علاء، أنا ممكن أرجع أتوسل، ابوس جزمة، انا اسف اقول اللفظ ده، كل واحد في مركز تاهيل ويرجعوا يقبلوني تاني عندهم. طبعا هم قبلوه بس خلوه طبعا يتنازل بعد ما اتحرق، يعني بعد ما اتحرق رجع تاني، بقى هو اللي بيتحايل انه يرجع تاني المركز تاني، لانه شاف اللي اصعب من الحرق بره وتنازل. طبعا الاحساس نفسه، احنا للاسف عندنا طبعا مراكز تاهيل، لكن مراكز تاهيل اللي عندنا ما هياش بالكم ولا الكيف ان هو يقدر يقدم خدمات علاجيه لناس كتير. ودي ميزه عندي تانيه في كليه علاج طبيعي جامعه القاهره، ان انا لما بعرض المشروع بتاعي في امريكا وفرنسا وفي بولندا وفي الدول اللي انا رحتها كلها، بيقول لي دكتور علاء انت ازاي هتقدر، لان الحمد لله قطعه الارض اللي ادوها لي في جامعه القاهره 17 فدان كبيره، فهقدر اقدم خدمات ل 2500 واحد من ذوي الاعاقه كل يوم. 2500 واحد كل يوم، كل يوم مريض كل يوم. فبيقولوا لي طب انت لو عندك فعلا المساحه وعندك المبنى هتجيب المان باور، العمالة ازاي هتجيب دكاتره؟ قلت لهم مشكله الدكاتره دي عندكم انتوا، لكن عندنا كليه العلاج الطبيعي بتاعتي بتخرج كل سنه 500 واحد كل سنه. انا لو خليت التكليف بتاعهم عندي في الكليه ده، بالاضافه لان الارض اللي اديتها لي جامعه القاهره دي موجوده في 6 اكتوبر، ده انا عندي ثلاث كليات علاج طبيعي ثانيه في جامعات خاصه كلهم هيجيبوا الخريجين بتوعهم عندي. صحيح. فانا هقدر اخدم ال 2500 واحد احسن خدمه، ده بالاضافه. انا اسف القطع كلام حضرتك، بس انا طبعا خلاص بعد بعض الامثله اللي حضرتك ذكرتها دي، وانا واثقه انها امثله قليله من يعني تجارب كتير حضرتك عشتها ونماذج كتير حضرتك تعايشت معاها، انا واثقه انه خلاص كده عرفت يعني ايه السبب اللي دفعك انك تبقى عندك هذا الشغف للمشروع ده يا دكتور. نعم. يعني كنت الاول هسال حضرتك ايه هدفك من المشروع ده وليه، بس بعض الامثله حضرتك ضربتها دي يعني مفهوم قوي ليه حضرتك ممكن تبقى بتسعى بكل ما اوتيت من قوه انك تشتغل على مشروع زي ده. كتير قوي من ذوي الاعاقه بيتصلوا بيا، احنا وصلنا لايه يا دكتور؟ المشروع وصل لايه؟ طيب دول 17 فدان، جامعه القاهره اجازتهم كعلاج المركز للعلاج الطبيعي واعاده التاهيل في اكتوبر. في 6 اكتوبر. في ارض جامعه القاهره. وصلنا لايه؟ بقى لنا قد ايه بنشتغل عليه يا دكتور؟ احنا لسه ما ابتديناش، احنا اخذنا الارض. امتى اخذناها؟ بس اخذنا الارض من 4 سنين. طب في مجلس الكليه. 4 سنين ما اشتغلناش. 4 كتير طبعا كتير، بس احنا ما اشتغلناش ليه يا دكتور 4 سنين؟ نعم؟ ما اشتغلناش ليه يا دكتور في الاربع سنين؟ نشتغل منين؟ نشتغل منين؟ مفيش حاجه ببلاش. مفيش حاجه ببلاش. انا لفيت كتير جدا، انا عملت حلقات كتير جدا في التلفزيون، انا معيش فلوس ان انا اعمل اعلانات زي الاعلانات اللي احنا بنشوفها. ويمكن الاربع سنين دول حضرتك عارفه ظروف البلد كانت عامله ازاي، احنا محتاجين تعاون دولي، محتاجين
المؤسسات الحكومية، التعاون الدولي. ليه حضرتك ما توجهتش لوزارة الاستثمار دكتورة سحر نصر؟ هي ممكن تجيب او تقدر تشتغل على ده. الحقيقه الدكتوره صاحب، بس الحقيقه الدكتوره غدا والي تعاونت معايا كويس جدا وقعدت وسمعت المشروع، وهي متحمسه جدا للمشروع وجابت لي تبرع ربع مليون مره، والسنه اللي قبلها ربع مليون. بس طبعا لو شفنا النص مليون في مشروع كبير زي ده، احنا محتاجين فعلا تكاتف اكتر من كده. الحقيقه المشروع لما عرضته في امريكا، انا بتهاجم هنا، يعني في ناس بتهاجمني هنا وتهاجمت في احد الجرايد. ليه؟ عشان انا قلت في المشروع عندي، انا عندي مساحة 17 فدان. المساحة دي انا مسموح لي ابني على 3 فدادين بس. فانا قلت كويس، التلات فدادين دول هيعملوا لي مركز تأهيل كبير، بس انا عندي 14 فدان. طب انا هعمل ايه في ال 14 فدان وانا مش مسموح لي ابني عليهم؟ فانا قلت هستغلهم في ايه؟ قلت انا هعمل عليها مدينة ملاهي. طبعا في تريقة، ده انت عايز تجمع فلوس عشان تعمل ملاهي، وانت هتجيب المعوقين عشان تلاعبهم. انا مش عارف ليه الناس مستكترة على الطفل المعاق اللي هو بيخش عندي في العلاج الطبيعي من اول ثانية لاخر ثانية بيصرخ وبيعيط ان هو يضحك. ليه الناس مستكترة على الاب والام اللي بيعانوا من اول يوم في الولادة لحد ما الولد ده بيبقى عنده 20 و30 و40 سنة مستكترين عليهم ان هم يشوفوا ابنهم بيضحك ليه؟ فانا قلت لهم يا فندم، انا المراجيح اللي انا بجيبها دي والالعاب اللي انا بجيبها دي انا بستخدمها عشان امرن بيها مراكز الاتزان وامرن بيها مراكز التوافق العضلي الحركي عند الاطفال. يعني مش ملاهي عاديه. لا مش ملاهي عاديه، دي ملاهي مخصصه للتاهيل، دي ملاهي علاجيه. هي حتى قالت لي طب دي ملاهي علاجيه، قلت لها حلو جدا المسمى ده، نسميها ملاهي يعني ملاهي علاجيه. قالت لي خلاص كده بقى كويس. فاحنا الحمد لله المشروع عندنا هيبقى مشروع متكامل، هيبقى فيه عيادات خارجية طبية متخصصة من عظام لأعصاب لجراحة أعصاب لجراحة عظام لأمراض بطنة لكل التخصصات الطبية اللي بيحتاجها ذوي الإعاقة، الأسنان والعلاج النفسي والعلاج الوظائفي وعيوب النطق والكلام. هيبقى فيها جيم علاجي، هيبقى فيها مصنع أطراف صناعية والأجهزة التعويضية. أنا عايز أتكلم على المصنع ده، أطراف صناعية، ودي نقطة خطيرة ومهمة جداً. دي يعني هل الشخص فاقد طرف الصناعي من أطرافه الصناعية هل هيقدر ياخد من المصنع ده ما ينقصه ما يحتاجه؟ حضرتك عارفة أنا في المجلس الأعلى للجامعة كنا بنناقش في حاجة زي كده في جلسة من الجلسات وتطرقت الموضوع ده. حضرتك عارفة مين اللي بيعمل الأطراف الصناعية اللي في مصر، اللي هي الورش اللي بره؟ حضرتك عارفة الترخيص بتاعها بيجي منين؟ من وزارة الصناعة. من وزارة الصناعة اللي بيشتغلوا فيها بيشتغلوا بالحديد وبالجلود كويس، فالترخيص بيطلع من وزارة الصناعة. طب وزارة الصحة فين؟ مؤخرا ابتدت وزارة الصحة، لا ده الجماعة دول ما ينفعش يشتغلوا كده، لأن الحكاية مش حكاية كواليتي بس، الحكاية مش حكاية جهاز أنا بجيبه من بره، ما أنت ممكن تجيب المفصل من بره اللي بيركب اللي هي الركبة أو الأنكل تحت، ممكن تجيبه من بره وجيبه بأغلى حاجة. بقت الأسعار دلوقتي بقت غالية جدا. لكن الفني ما بيعرفش يركبه، ما بيعرفش ياخد المقاس. الدكتور ما بيعرفش يدرب عليه العيان. فاحنا عندنا شبكه متكامله بقى في الفنيات يعني. في الفنيات عشان كده احنا حتى لما جيت اقول انا هعمل مدرسه في المركز التاهيل، احنا هنعمل جامعه كليه علاج طبيعي خاصه عشان تقدر تبقى تابع جامعه القاهره ان شاء الله. يمكن الدكتور رئيس الجامعه استاذ دكتور محمد عثمان الخشت يعني ان شاء الله متبني فكره الجامعه دي عشان تقدر تصرف المركز. على المشروع لا جامعة كلية علاج طبيعي عشان تقدر تصرف على عشان تقدر تصرف على المشروع. انا عندي سؤال تاني، كنت حاسه حضرتك على رئيس جامعة القاهرة طبعا دكتور خشت، بس عندي سؤال تاني. مجلس الاعلى للجامعات يعني هو جهة برضو مش قليلة، يقدر يخاطب جهات معينة، يقدر يخاطب المجتمع المدني، يقدر يخاطب وزارات مختلفة، نحاول نوفر الفند ده يا فندم عشان نبدا فيه، لانه انا كفاية بس حتى بالنسبة لي مريض الضمور العضلات ده، يعني انا اصلا اشتغلت كتير في الموضوع ده قبل كده. نعم. وامهات كتير كانوا بيكلموني، ويعني موضوع الحقيقه صعب جدا جدا، وكل النماذج اللي حضرتك قلتها دي انا سمعت منها حاجات كتير. نعم. فده موضوع انساني في المقام الاول، وعندنا الكفاءات وعندنا دكاتره العلاج الطبيعي وعندنا كليه محترمه، كليه العلاج الطبيعي جامعه القاهره، و500 طالب كل 500 طبيب او دكتور خريج كل سنه بيطلع متعلم احسن تعليم في واحده من احسن جامعات مصر جامعه القاهره. يبقى انا بقى اشتغل على من احسن جامعات العالم كمان، احسن جامعات العالم. يبقى انا بقى اشتغل ان انا يعني اخلص المركز ده. نخلص المركز، احنا المركز احنا سميناه لا اعاقه،
مش لا للاعاقه، لا لا اعاقه، لان زي ما مايكل حداد بيقول هو ما عندوش اعاقه، هو بيقدر يتحدى الاعاقه. انا زي ما قلت لحضرتك مايكل حداد عايش لوحده، بيقدر يتصرف لوحده. احنا عايزين كده، احنا عايزين ناس تخرج وتشتغل. المركز ده يمكن انا قلت لحضرتك هيبقى فيه مصنع اطراف صناعيه والاجهزه التعويضيه، هيبقى فيه مدرسه اعمل فيها تدريبات مهنيه، تدريبات للاساتذه اللي هم بيعملوا الشادو تيتشر، بدل ما يبقى الدمج في مدرسه واحده ولا في مدرستين، لا انا عايز الدمج ده يبقى في كل المدارس، يبقى حاجه عاديه. احنا الاطفال اللي عندنا اللي هم ما عندهمش اعاقه مش متعودين يشوفوا طفل من ذوي الاعاقه معاهم في المدرسه. انا جات واحده ست امريكانيه ابنها كان موجود في مصر هنا، الاولاد ما بيلعبوش معاه، بتقول لي الاولاد بيتجنبوه، مش واخدين ان هم يتعاملوا معاه. فاذا كانوا الكبار مش بيتعاونوا معاهم او مش بيتعاملوا معاهم، فما بالك الصغيرين. فالمدرسه دي عشان نطلع منها شادو تيتشر، نملى الجمهوريه كلها بشادو تيتشر في كل المدارس. عشان كده مش بس وزاره التعليم العالي المنوط بيها المشروع ده، لكن وزاره التربيه والتعليم كمان منوط بيها المشروع ده، عشان فعلا نقدر نقدم لمصر خدمه لذوي الاعاقه. نبدا نشتغل على التوعيه بقى من الطلبه صغيرين. نعم. فالمشروع زي ما قلت لحضرتك هيبقى المساحه بتاعته دي، هنقدر نقدم الخدمات دي. محتاجين فعلا جهود الدوله معانا، ومحتاجين دعم المؤسسات والشركات والبنوك. انا في ناس بتقول لي احنا اصل احنا مش بندفع تبرعات لمشروع لسه على الارض، احنا عايزين نشوف حاجه. ما قلت لهم احنا لو شفنا المبنى ما يبقى مش محتاجين تبرع. انا مش محتاج لتبرعات. فده الغرض بتاعنا. الكاباسيتي او الطاقه الاستيعابيه لعدد المرضى يبقى قد ايه ان شاء الله يا دكتور في المشروع؟ هيبقى فيه 900 عيان داخلي و1600 عيان خارجي. يعني يجي يتلقى الخدمه ويمشي. و 900 واحد مقيم. التخصصات ايه يعني؟ ضمور العضلات داخل معاكم؟ لا طبعا طبعا، كل الاعاقات الحركيه وجزء كبير من الاعاقات الذهنيه كمان. الذهنيه؟ لان احنا بس الذهنيه ده ما بيبقاش داخل تبع السيكولوجي شويه؟ احنا في جزء كبير من الاعاقات، من الاعاقه الذهنيه بيبقى فيه معاها اعاقه حركيه. فلازم يبقى فيه معاها، احنا بنسميه الكوجنيتيف ثيرابي المتكامل او فهيبقى مركز تاهيل، ما هوش بس مركز علاج طبيعي، هيبقى مركز تاهيل متكامل. من فضل ربنا علينا، انا كنت طمعان ان انا اخد 2000 متر عشان اعمل عليهم مشروع. يعني انا كنت في زياره وانا في امريكا، دخلت اكبر مركز تاهيل في العالم اسمه الار اي سي ريهابيتيشن انستيتوت في شيكاغو. فرحت زرتهم وقلت لهم انا عايز اعمل معاكم اتفاقيه تعاون مع كليه العلاج الطبيعي جامعه القاهره. فقالوا لي انت عندكم مركز تاهيل؟ قلت لهم لا، انا عندي عياده خارجيه. فقالوا لي لا، احنا مش هنعمل افليشن مع عياده خارجيه. فرجعت قلت انا عايز اعمل مركز تاهيل، وابتديت اسعى عشان اخد 2000 متر جنب الكليه. فربنا اكرمني، رحت بقى رئيس الجامعه، كان ساعتها استاذ دكتور حسام كامل، وبعدين دكتور علي عبد الرحمن كان محافظ الجيزه، والدكتور حسين خالد كان وزير التعليم العالي. لفيت عليهم، الدكتور حسين خالد قال لي انا هديك حته ارض جنب معهد اعداد القاده في حلوان. قلت له حلوان بعيده قوي، انا مش عايز اعمل مشروع يموت. الدكتور حسام كامل الحقيقه كان متحمس جدا، ولما استقرينا اديتني بقى مجلس جامعه القاهره الدكتور حسام كامل الحقيقه، دخل موضوع مجلس الجامعه وادوني قطعه ارض، قالوا لي خد زي ما انت عايز في 6 اكتوبر، لان هنا في الحته دي صعب قوي ان احنا في الجيزه نلاقي لك مكان جنب الكليه. فقلت لهم طب اخد 5 سدادين؟ قال لي خد. بعدين بعد ما خرجت قلت طب ما هو قال لي خد زي ما انت عايز، انا كنت اخد 10 فدادين. بعدين وانا بكتب الطلب فكتبت، قلت طبعا هكتب 15 فدان عشان يوافقوا عليهم، يوافقوا على 10. فكتبت 15 فدان فوافقوا على 15 فدان. الله، طب ما كتبتش 20 ليه بقى؟ فلما رحت اطلب يتعمل التخصيص الدكتور طارق عبد اللطيف في قسم عماره في كليه هندسه، فقال لي انت على فكره نيتك كويسه، قال لي القطعه اللي موجوده دي 17 فدان. سبحان الله. فمن 2000 متر وصلت ل 17 فدان، الحكايه مش بس في كده، كرم ربنا ملوش حدود. بس هو ونعم بالله، بس هو سؤال يا دكتور، هو ليه مش مسموح لك تبني غير على 3 فدادين بس؟ هو قانون مباني. قانون مباني في في, في, في المكان ده يعني. تمام. ال 75 فدان، شوفي كرم ربنا بيجي ازاي، ال 75 فدان اللي جنبي هيطلع عليهم القصر العيني الجديد بكل التخصصات بتاعته. سبحان الله. فهتبقى منظومه طبيه متكامله، مش هتخدم مصر، هتخدم الشرق الاوسط كله. سبحان حضرتك الله. عارفه القصر العيني الجديد
بيشيل قد ايه من العيانين طبعا بتوع مصر. طبعا احنا بنلاقي فيه عيانين بتيجي من 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 اسيوط ومن اسوان على القصر العيني. صحيح. القصر العيني شايل جزء كبير جدا. صحيح. والحقيقه العميده الحاليه الدكتوره هاله والدكتور فتحي خضير قبلها كانوا عاملين شغل ممتاز، والدكتور حسين خيري عاملين شغل ممتاز. القصر العيني فعلا بيقدم خدمات طبيه متميزه جدا. طيب حضرتك عارف انه اللي حضرتك بتشرحه ده في مركز العلاج الطبيعي والتاهيل ان شاء الله يا رب في اكتوبر هنا، ده انا متوقع انه هيجي لك مرضى من العالم كله يا دكتور، مش بس المصريين، لانه لغايه النهارده في ثقه في العالم في الطبيب المصري على جداً. فكره جدا اقول لحضرتك على ميزه ثانيه، ويقول لك من الخليج ويقول لك من الدول العربيه ويقول لك من بره. الطبيب المصري عندنا هنا الحقيقه انه ليه سمعه هايله بره. اقول لحضرتك على ميزه ثانيه، انا المركز الاخر حضرتك عليه في شيكاغو اللي هو اسمه ار اي سي، هم دلوقتي غيروا الاسم بقى اسمه شيرلي ريان ابيليتي لاب، لان هم ضموا مع المركز عنصر البحث الريسيرش، لان هم قالوا لي احنا لقينا ان احنا لما بنلاقي مشكله قبلنا ما نبعتها ونحللها ونشوف المشكله دي هيعملوا زي ار ان دي جوه بالظبط انترنال ار ان دي ريسيرش اند ديفلوبمنت. وانا لما كلمت معاهم على الفكره انا لقيتهم في الاول كانوا متعاونين، بعدين ابتدوا يكشفوا، لان هم بياخدوا عيانين من عندنا من الميدل ايست، فلو اتعامل مركز زي ده ممكن ياثر عليهم. هم بياخدوا من العيان في اليوم افريج $4,000. يا خبر ابيض. في اليوم. ده مين يقدر على كده؟ في ناس طبعا وفي ناس عرب كتير بيروحوا. احنا عندنا الميزه اللي عندهم ايه؟ احنا كنت لسه بقول ان احنا عندنا وحده علاج عيوب نطق وكلام. طب الناس العرب دول هناك مش هيبقى ما عندهمش حد يديهم سبيتش ثيرابي، لان هم هناك بيتكلموا انجليزي. صحيح. فاحنا عندنا هنا ميزه مش موجوده هناك، اللغه. ده غير ان احنا موجودين في وسط الشرق الاوسط. صحيح. فانت قريبين للخليج، قريبين للمغرب، المغرب العربي. يجي عندي هنا. صحيح. وتبقى رايح جاي عليه بطياره في نص ساعه ولا في ساعه ولا في ساعه ونص. صحيح. مش في 20 ساعه و30 ساعه. فاحنا عندنا هنا موقع، ده غير ان الخريجين بتوعنا فعلا خريجين متميزين جدا، وزي ما قلت لحضرتك الكليه بتاعتنا على مستوى عالمي. فاحنا الحمد لله عندنا القدره البشريه وعندنا القدره الفنيه كويس قوي وعندنا الارض موجوده. احنا محتاجين نأول مشروع ولو حتى المرحله الاولى بتاعته. المرحله الاولى دي لو قامت يبقى ان شاء الله المشروع يكمل كويس وما يبقاش فيه مشاكل. يا رب باذن الله. هل في الامكانيات اللي موجوده دلوقتي بالفلوس الزهيده القليله الموجوده دلوقتي كفند للمشروع المركز ده ما تقدرش تقومه لسه؟ ما نقدرش حتى نرمي حجر الاساس فيه يعني لسه ولا ايه؟ طيب احنا لانه هياخد وقت برضه يا دكتور عشان يتعامل. يعني هناخد وقت، ما احنا عشان كده قسمناه لمراحل. احنا عشان نعمل حاجه عايزين نعملها صح، مش عايزين نعمل مشروع النهارده ويفشل بكره. فعشان نعملها صح من الاول ان شاء الله حتى ابتدي بوحده واحده بضلع واحد من الاربع اضلاع ابتدي بيها، دي هتبقى التكلفه بتاعتها 150 مليون الوحده دي. وحده واحده 150 مليون. وحده واحده 150، مش 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 اوضه، لا مبنى. ايوه يعني هما هيبقى يونت اربع اضلاع، يونت ضلع من الاربع اضلاع 150 مليون. ف 150 مليون على مشروع زي ده ما هماش كتير. لا يعني مش كتير، انا بس هو بالنسبه للي تم جمعه بالفعل هو كتير. حضرتك عارفه الرسومات بتاعت احد مراكز السرطان اللي معموله في مصر، مش هقول اسمه طبعا، يعني الرسومات بتاعته الهندسيه متكلفه كام؟ متكلفه $15 مليون. رسومات احد مراكز السرطان في مصر متكلفه $15 مليون. دولار؟ دولار. $15 مليون. رسومات بس؟ الرسومات الهندسيه متكلفه $15 مليون. اوكي؟ انا عشان اعمل رسومات انا جبت مهندس من نيويورك، مصري هو، مقيم في نيويورك بقاله 40 سنه وبيشتغل في شركه انشاءات كبيره جدا وعاملين مشاريع مماثله، لان انا لازم اعمل مركز تاهيل، هو ما هوش عماره سكنيه. مركز تاهيل بيبقى له كود معين، بيبقى ليه الرمبات والارتفاعات بتاعت الدرابزين اللي هو بيمسك فيه المريض والاوض بتاعتها والحمامات بتاعت الهانديكاب. بيبقى ليه كود معين، فمش ما هواش مبنى عادي. فالحقيقه المهندس محمود جاء وقعد معايا وشاف الافون بروجي بيسموه الفكره الهندسيه بس مش الرسومات، عجبته قوي. الدكتور طارق عبد اللطيف كان قاعد معانا، فاللي هو طلبه الكلام ده من اربع سنين 1.5 مليون دولار، ودي كانت مجامله كبيره جدا منه لان هو بس ده من اربع سنين برضو. ده من اربع سنين.
ده من 4 سنين. فالمشروع هيتكلف جامد. اللي احنا عايزين نعمله دلوقتي، انا عملت دراسه الجدوى بتاعت المشروع في كليه التجاره في جامعه القاهره، يمكن برضو كانت معموله من 2015 فمحتاجه تحديث دلوقتي. الرسومات الهندسيه دي اللي احنا بنسعى عليها الحقيقه، في برضو مهندسه زميله من المعادي هي قالت لي انا متبرعه ان انا اعمل الرسومات، وقالت لي هتستعين باستشاري عشان توفر لي $1.5 مليون دولار دول. هي اسمها مهندسه منى، الحقيقه شخصيه ممتازه جدا، وقالت لي انا هتصرف ان شاء الله وهتساعدني في موضوع الرسومات، لكن الحاجات التانية محتاجين مساعدات كتير. اتمنى لحضراتكم وليك يا دكتور كل التوفيق والخير. وسؤال بس اخير، الاوتيزم التوحد ليكوا علاقه بيه؟ طبعا. يعني طبعا. انا عماله بسال ايه، سالت على ضمور العضلات وسالت على التوحد، والدكتور طبعا ذكر بقى الاطر، يعني من يفتقد طرف صناعي، اللي عنده نقص في اطراف صناعيه، اللي عنده كسر او مشاكل في العمود الفقري، الشلل النصفي، الشلل الرباعي، ما كل يعني احنا بنتكلم على امراض صعبه جدا واعاقات صعبه وقاسيه جدا. فلما يكون عندي مركز ان شاء الله يا رب باذن الله ان شاء الله يعالج ده ويأهل الناس دي بالشكل المحترف ده، بدكاتره مصريين واطباء وفرق عمل مصريه حقيقي على درجه كبيره من الكفاءه والمهنيه، اتمنى ان احنا كلنا نتكاتف، اتمنى الدوله الحقيقه تقف معانا، واتمنى المجتمع المدني يقف معانا. انا ممكن اخد دقيقه واحده كمان. انا في المركز اللي هنعمله ده ان شاء الله، انا قلت هيبقى عندي 900 عيان داخلي و1600 عيان هيجي من بره، احنا هنعمل خدمات كمان اللي هي بتاعت التوصيل. يبقى عندي عربيات مجهزه لنقل ذوي الاعاقه، احنا ما عندناش في مصر عربيات لذوي الاعاقه. لا ما عندناش خالص. فنعمل عربيات مجهزه زي الاتوبيس بتاع المدرسه، يروح يلف يجيب الاطفال ذوي الاعاقه من بيوتهم ويخش المركز عندي، يقعد طول اليوم يتعالج، واذا كان يتعلم، واذا كان يخش ياخد الحصه الترفيهيه بتاعته والوجبه الغذائيه ويرجع اخر اليوم تاني، ابقى انا كده رفعت المعاناه من على اهله وهم مطمنين ان ابنهم بياخد العلاج وبياخد التعليم بتاعه وبياخد الوجبات بتاعته الصحيه وبياخد الاشراف الطبي. وهنعمل حاجه اسمها خدمات علاجيه منزليه. بعد ما ياخد فتره التاهيل لو لسه محتاج جزء من التاهيل تاني في البيت، نعمل له متابعه كمان في البيت ونعلم اهله. ودكتور ازاي اللي يروح البيت. طبعا. يعني احنا مش هنخرج الراجل ده من عندي بعد شهر ونص ولا شهرين او 3 شهور ان هو يروح البيت وبس، مش هسيبه. حضرتك عارف ان كتير من الامهات اللي ولادهم عندهم ضمور في العضلات كانوا بيقولوا لي ايه؟ نعم. يعني انا بشوف ابني قدامي عنده ضمور في العضلات، مش قادر يدخل الحمام لوحده، مش قادر يعمل اي حاجه لوحده، والحقيقه انه ملوش علاج في مصر وعلاجه موجود بره. فبتبقى عايزه الدوله هي وبيبقى عندها الامل ده. نعم. يعني الفكره ان هي بيبقى عندها الامل ده انه بره ممكن يوفروا له جزء من العلاج اللي ممكن يحسن حالته شويه. نعم. احنا عارفين ان ضمور العضلات ملوش حل بنسبه 100%، بس يعني ممكن تحسن حالته شويه عن الحاله اللي هي فيها. فلما يبقى الامل ده موجود وقريب انه ممكن مركز تاهيل كبير كده يتعمل في مصر هنا، ولا تسافر بره، ولا تطلب من الدوله تتحمل حاجه، ولا نقعد نقدم طلبات للنواب في البرلمان، مركز كبير كده موجود هنا في مصر. نعم. بيقدم الخدمه دي. اتمنى يا رب يا رب ان شاء الله باذن الله انه كل التوفيق والنجاح لحضراتكم يا رب. ربنا يخليكي. شكرا ليك يا دكتور. الف شكرا يا دكتوره. كل التوفيق يا رب ان شاء الله. دكتور علاء بلبع، استاذ العلاج الطبيعي بجامعه القاهره وامين عام قطاع العلاج الطبيعي بالمجلس الاعلى للجامعات، كل التوفيق ليكم يا رب ان شاء الله. ربنا يخليك يا رب. على فكره فعلا 150 مليون جنيه على انشاء وحده من 4 وحدات، ده مش مبلغ كبير خالص على فكره. ده انشاء بتجهزه ببنيه تحتيه بمعدات 4 ادوار، مبنى 4 ادوار. 4 ادوار، فلا الرقم مش كبير على فكره. اعتقد انه احنا كمصريين والدوله والمجتمع المدني ان شاء الله يا رب نقدر نوفر ده، ونشوف كده كل ام يعني ابنها مش قادر يمشي قدامها او عنده مشاكل جامده يقدر باذن الله يا رب يشوف او يروح، وان شاء الله حالته تتحسن. كل الشفاء لنا جميعا يا رب ولكل ولادنا باذن الله ولحضراتكم. بعد هذا الفاصل، اذا كنا بنتكلم انه في مراكز علاج طبيعي كتيره في مصر موجوده خاصه مفيش رقابه عليها، وكان ضيفنا الكريم بيقول محتاجين رقابه فوريه وضروريه عليها، ففي نوع اخر من المراكز في مصر ايضا البعض يتهمها احيانا بانها تحت نطاق او ليست تحت نطاق السيطره والرقابه في مصر. نتحدث عن مراكز التدريب والاستشارات بعد هذا الفاصل.